الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تهانينا 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 إلى كل المحبين، وعيد الفطر مزدان بعطر فاح نسرينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في مسابقات وعيديات إتقان. شهدنا مشاركات جميلة جدا وتفاعل رهيب في الحلقة السابقة. لا تنسوا جميعا أنه لا يوجد فائز واحد، وإنما جميعنا فائزين بالأجر والحسنات والثواب بإذن الله تعالى. دعونا الآن لكي نجري قرعة لكي نعلم من هو الفائز بعيدية إتقان للحلقة السابقة. بسم الله نبدأ. نفتح هذا الموقع، هو موقع عشان نسوي القرعة. الحين نبدأ السحب بإذن الله. الحين بسوي تحميل، والحين اختار. ما شاء الله طلع الفائز منال محمد بن فايز. ما شاء الله، مبارك مبارك، ألف مبارك للفائز معنا في عيدية إتقان. مبارك مبارك لك، الله يهنيك في العيدية. الحين للتواصل عشان تأخذ العيدية من أكاديمية إتقان يرجى التواصل على هذا الرقم الظاهر على الشاشة الحين. جزاكم الله خيرا جميعا، وشكرا على هذه المشاركة الطيبة. مسابقة اليوم مسابقة جميلة وشيقة جدا، ما عليك إلا أنك تحضر الفيديو وتكتب من هو صاحب هذا الفيديو وما هي الفائدة التي استفدتها من هذا الفيديو. وكان مشايخنا لا يزالون يقولون: لا شيء أنفع لحافظ القرآن في تثبيت حفظه من كثرة قراءته، هذه القاعدة. ثم يقولون كالتالي: فأعظم ما يكون في تثبيت حفظه لقراءته وتكراره أن يقرأه على من يسمع له، قرينا كان أو صاحبا أو أستاذا، فقراءته على من يستمع إليه أثبت لحفظه من قراءته لوحده. ثم إمامته بما يقرأ في الصلاة أنفع له من قراءته على من يستمع إليه. وأما القيام به في قيام الليل فهو أنفع وآكد وأثبت من ذلك كله. لا شيء أعون لحامل القرآن على تثبيت حفظه من قراءته له في قيام. كل هذا اكتبه في التعليقات، وبإذن الله تفوز معنا بعيدية اليوم 100 ريال بإذن الله. ما شاء الله جد 100 ريال؟ نعم 100 ريال، وفي إمكانية إنك إن شاء الله نسحب على فائزين، اثنين بيربحوا معنا 100 ريال بإذن الله تعالى. على فكرة الشخصية اللي أنت حكيت عنها هي شخصية طيبة نافعة تلقي دروس في الحرم المدني، هي مساعدة طيبة. ما شاء الله، هذه مساعدة طيبة، وبإذن الله تعرفون الجواب. اكتبوا هذه الأجوبة في التعليقات وادخل على السحب على العيدية. الحين رجعنا من البقالة أنا وعبادة، شرينا أغراض العيد وتوزيعات العيد، الحين بنغلفها إن شاء الله. هذه طبعا أشياء جميلة لأن حنوزعها على أصدقائنا وجيراننا والأطفال اللي بنشوفهم في أي مكان بإذن الله. خلينا نبدأ التغليف. إيش شعورك يا عبادة وأنت بتغلف؟ طبعا هذه شعور لا يوصف، سعادة نادرة يعني غير عن أي سعادة يمكن تحس فيها، سعادة التوزيع، لأنه حتى من أحب الأعمال إلى الله أنك تدخل سرور إلى قلب مؤمن. فأنصح الحين حتى حاسة بسعادة يعني لا توصف. ننصحكم جميعا تجربون عشان تعيشون التجربة بأنفسكم. وهاي الكروت يعني نحط فيها مبلغ بسيط عشان ندخل الفرحة في قلوب الناس والمحتاجين. إن شاء الله أخذها. حط فيها مبلغ معي. كل عام وانت بألف خير وهنا يا صديقي، التهاني سكتها لك هنا. كل عام وانت بألف خير وهنا يا صديقي، التهاني سكتها لك هنا. منيتي شافتك منيتي يوم العيد. أنصحكم عشان تجربوا وتعملوا هذه الأشياء، لأنه صراحة بتدخل على قلبك أو قلبك يعني صراحة سعادة لا توصف.
فما تنسى انك تجرب، ومعك فرصة غدا ثالث ايام العيد، ما تنسى وما تحس ان الوقت تأخر، دائما هو الوقت المناسب. لا تنسى السؤال اللي طرحنا لكم اياه انكم تجاوبوا عليه في التعليقات، تفرج على الفيديو واعرف من هو صاحب الفيديو وما الفائدة اللي استفدت منها. المعذرة على الإطالة، جزاكم الله خيرا ودمتم في امان الله. وبالإحسان أكرمنا فأبهجنا المساكين، تهانينا تهانينا، ذو القربى لهم حب بهم تسمو أمانينا، يزيد الوصل أعمارا وأرزاقا توافينا، منازلنا بها أمن وأنس في نواحينا، لنحيي العيد إيمانا ورب الكون حامينا، تهانينا 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 تهانينا، إلى كل المحبين وعيد الفطر مزدان بعطر فاح نسرينا، تهانينا 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 تهانينا.